الف الف سلام عليك يا استاذ صلاح. لا لا، ده الاهلي ده في دمنا حضرتك، يعني انا متابع الاهلي وسافرت ورا الاهلي في كل مكان، تمام. يعني ومناضل القدام، وانا كنت في العنايه المركزه يوم ماتش نهائي افريقيا، الف سلام عليك. ويادوبك الله يكرمك، ويادوبك كنت خارج من 12 يوم على جهاز التنفس، واصريت وجابوا لي المدير بتاع العنايه المركزه، واصريت عشان اشوف الماتش. طبعا كان النظر ما كانش بس ايه، بالاحساس وبالقلب، ما عندكش فكره لما جت الضربه القاضيه، انا يعني كدت ان انا اطير من على الاجهزه اللي هم جات الضربة مركبينها. القاضية وانت في العناية المركزة. انت كنت بتتعالج من ايه حضرتك؟ لا والله انا عندي كان مشكله في القولون، وعملت عمليه وكان فيها مشاكل، وبعدين بعد كده الامعاء الدقيقه دخلت ودخلت الف 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 عمليه سلام ورا عليك، بعض. الف سلام انا عليك. والله دخلت في سلسله جراحات دقيقه. وانا في بس ان شاء الله، يعني انتم اما جيتم انتوا نورت الدوحة، حتى ابراج الدوحة نورت كويس. ربنا يخليك والف الف سلام عليك. الاحتفالية اللي حصلت، يعني انا معاصر الاهلي لما جينا على مر التاريخ، مرة كان برئاسة الكابتن صالح سليم، اي وكان المنتخب موجود هنا، اعتقد الكابتن عادل كان موجود، ولكن التنظيم اللي اتعمل المرة دي في ظروف كورونا حاجة ابهرت الدنيا كلها. صحيح، يعني انا القطريه وريت الرسائل اللي بتجيلي، ايه النظام وايه واخدين احتياطاتهم الاحترازيه ازاي والتباعد. وطبعا بقى اللي فرحنا قوي قوي مكالمه الانسان الكابتن محمود الخطيب. كابتن كلمك يا كابتن يعني خطيب؟ طبعا يعني يعني شوف حضرتك في مشاغله الكبيره دي، يعني بيبقى بقلبه ودمه مع الفريق، أي. لكن ياخد من وقته ربع ساعه ويكلمني او 10 دقائق، دي كانت حاجة بقول لك أنا يوميها ما نمتش من السعادة والله. وبدعي لهم إن شاء الله ماتش البايرن، إحنا معروف فريق الأهلي، يعني الأهلي ما بيقفش على حد، ما بيتأثرش بغياب حد مشي جه حضر، الأهلي بمن حضر. فأنا 11 راجل هنلاقي صحيح 11 لعيب، يعني أو فرقة أحسن فرقة في العالم، لكن أنا متفائل خير لو لعبنا لعبنا وبهدوء وما حضرناش بالنا ان بايرن ميونخ، ان شاء الله هنعمل نتيجه كويسه باذن الله. باذن الله نعمل مباراه كبيره ونساعدك، ويبقى برضه هتصر التلفزيون يخش لك العنايه ولا لا؟ لا انا دلوقتي الحمد لله في الغرفه العاديه، في غرفتك معايا في المستشفى الايباد وكده، وبشوف يعني متابع. طبعا شفت ماتش الدحيل، وبعد الدحيل شديت الحيل بقى بصراحه. يعني فرقه، يعني انا يعني دلوقتي مشتاق اشوف الشناوي قدام نوير، يعني عايز اقارن كده ان شاء الله، لان انا في رايي ان الشناوي ما يقلش عن نوير واحسن كمان. كابتن طارق سليمان مدربه السابق قال كده. ربنا يعني احنا كلنا نأمل نعمل مباراه طيبه. لا ان شاء الله وباذن الله يعني حتى لعبتنا تكون على قدر المسؤوليه، نعمل ادائنا المشرف باذن الله يا استاذ صلاح. يعني الف الف سلام عليك مره ثانيه، وان شاء الله انا متفائل خير ان شاء الله. مش عايزين نرهقك، صوتك باين. كنا عايزين نشوفكم والله يا كابتن، يعني كنا نتمنى نعرف نيجي لك المستشفى نزورك، لكن انت عارف ظروف ما حدش قادر يخرج بره حتى من الفندق. واحنا ان شاء الله ان شاء الله هنقابلكم في الجزيره، والكابتن قال لي حتى فورة بتاع التجمع، انا ساكن في التجمع. قال لي ان شاء الله في 7/8 هيكون المرحله الاولى بتتفتح ان شاء الله باذن الله. استاذ صلاح مش عايزين نريحك اكتر من كده، لينا لقاء يعني، لينا ان شاء الله. والف الف سلام عليك، ونورتونا وشرفتونا، وانتم لسان صدق، يعني انتوا ايه في القران لسان صدق، يعني انت والكابتن عدلي بصراحه، يعني انا بستنى البرنامج بتاعكم واعيد اتفرج عليه تاني الصبح. نشكرك ونرجو ان نكون حضرتك على المسؤوليه، ونشكرك على تواصلك، ومش عايزين نجهدك، وباذن الله ان شاء الله نسعدك برضه. الف سلام عليك. ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله نشوف الخير. تحياتنا ليك ولكل جماهير الاهلي هنا في قطر وفي كل مكان، شكرا جزيلا ان شاء الله. الف الف سلام. شكرا شكرا شكرا.